شباب كيعاني من التهميش، كيعاني بأنه غير مندمج في مراكز صناعة القرار، تشغيل، دراسة، الفرص، وأكثر من ذلك هو كيعيش بعض الأحيان في عالم فضائي اللي هو فيسبوك وديجيتال، وما كيرجع للواقع ما كيلقاش هذا الفضاء اللي غيكون عنده وجود فيه وكان عنده تأثير إيجابي فيه. فإذا أنا كنظن بأن العمل الجمعوي غيقدر يمكن هذا الشاب أنه يكتشف نفسه، أنه يعطي نوع تطبيقي لمعلوماته، أنه يكسب مواهب جديدة اللي غتقدر تعاونه في الحياة المهنية دياله وإلى غير. الآن أنا اللي كان أكد عليه هي أن الشاب أو الشابة هو راكز في التغيير، وهذا الشيء ماشي في العالم الحضري فقط بل العالم القروي كذلك، لأن الشاب القروي أو الشابة القروية كتشوف بأن النماذج ديالها قليلة جدا. فإذا الشاب القروي ده بغي ينجح غدا كيشوف رأسه أنه خاصو المدينة، يعني نموذج النجاح في المدينة، علاش من خلقه؟